أمين عامر نجمنا الكبير، احنا اتفقنا من أول يوم إن احنا هنوثق لأبطالنا ونجومنا في كافة الألعاب الرياضية خلاف كرة القدم التاريخ، عشان الناس وولادنا واللي جاي بعدينا يبقى في حاجة للتاريخ. كابتن أمين عامر من مهندس، من لاعب في النادي الأهلي لمهندس لإدارة في النادي الأهلي، رئيس جهاز ألعاب الماء، ما شاء الله. هو ده اللي احنا بنديه لولادنا، هي دي الرول موديل لولادنا عشان يعرفوا ان ابطالنا في النادي الاهلي مش بس ابطال، ابطال على المستوى الدراسي والمستوى التعليمي والمستوى الاخلاقي وكل حاجه تقولها. ما شاء الله، وهنكمل باذن الله في الحلقات الجايه مع كل نجومنا في كل الالعاب عشان ولادنا يعرفوا تاريخنا ايه في النادي الاهلي في كافه الالعاب الرياضيه. ودايما زي ما اتفقنا في حصاد الابطال ان احنا هنتابع كل نجومنا في كل مكان، والنهارده معانا نجم كبير لسه محترف اقل من 6 شهور، نجمنا الكبير يوسف الصافي المحترف في فرنسا. مساء الخير يا كابتن يوسف. كابتن خالد، ازي حضرتك؟ وعيشني جدا. انت اكتر والله، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. وحشنا جدا جدا، وحشنا ان انت تكون معانا، بس اكيد فرحانين ان انت متواجد في فرنسا. بجد يا يوسف حاجة جميلة وحاجة رائعة وجودك واحترافك في فرنسا في هذا السن. قل لي، رحت فرنسا، الناس قابلتك ازاي؟ عملت معاك ايه؟ شيء مهم جدا لكل ابطالنا الصغيرين عشان يعرفوا كابتن يوسف الصافي النهارده في مرحلة مهمة في تاريخه باذن الله. اتفضل يا كابتن يوسف. والله الحمد لله، انا بقالي تقريبا شهرين هنا بالظبط. اول لما جيت وصلت على اول فترة الاعداد، الناس استقبلتني. اول حاجه الناس استقبلتني طبعا لما عرفوا ان انا من مصر، اول حاجه كلموني عنها كان احمد صلاح طبعا نجمنا، وعبد الله عبد السلام، الاثنين مشهورين جدا هنا، لعبوا قدام ناس كتير وعملوا تاريخ كبير. بس الناس احتضنوني هنا بشكل كويس جدا. التمرين هنا مختلف، اسلوب الحياه مختلف، تتاقلم على حياه ثانيه للاحسن طبعا. هم ساعدوني في التأقلم ده، وان هنا الدنيا هتبقى اصعب عليك كتمارين بدنيه وكعيشه وكده، وساعدوني في التأقلم ده كويس جدا. اول شهر كان صعب عليا، بس الحمد لله دلوقتي الدنيا احسن بكتير، وخلاص تأقلمت على الوضع والحياه، وان شاء الله الدوري هيبدا بكره يعني. فدعواتك يا رب باذن الله. نتمنى لك التوفيق يا كابتن يوسف. بس قول لي اللغه عامله ايه معاك؟ انا عارف انت بتتكلم انجليزي مش فرنساوي، صح كده؟ الفرنشي صعب قوي الصراحه. اتعلمت ولا ايه؟ بحاول والله، يعني بحاول كده، في ابلكيشن كده بحاول اتعلم عليه وبتفرج على فيديوهات كده. بس هو ان انت تعمل كونفرسيشن مع حد الموضوع بيبقى صعب شويه، بس يعني بحاول ان شاء الله باذن الله قريبا جدا تتكلم بالفرنساوي. لكن خلينا نقول اخبار فترة الإعداد وماتشات في فترة الإعداد. عرفنا إن أنت لعبت وما شاء الله كتبت كذا مرة على السوشيال ميديا إن أنت ما شاء الله ماشي كويس مع الفريق. قول لي، مدير الفني للفريق دخلك إزاي داخل هذه الفريق وداخل الماتشات؟ أنا قبل طبعا ما أمضي على الفرقة دي اتكلمت مع المدير الفني هنا، وكنت عارف دوري كويس، وقال لي إن أنت في أول سنة ممكن ما يبقى الوقت اللعب مش أكبر حاجة، بس أهم حاجة إن أنت هتيجي هتعرف الوضع، الدوريات الأوروبية، تعرف طريقه اللعب هنا وتتاقلم على الحياه. فانا عارف دوري كويس، وانا اهم حاجه بالنسبه لي كانت فتره الاعداد ان انا اثبت نفسي ان انا جاي اجتهد، ان انا جاي اعمل حاجه، وان انا اوصل لهم ده، وان انا اوصل لهم ان انا فعلا لعيب كويس وجاي عايز اعمل حاجه، وان انا في اي حته في اي مركز في اي وقت ان شاء الله لو صغير جدا في الملعب هنزله، انا هعمل اكتر من 100% من اللي عندي، وده اللي الحمد لله بينتهوا له يعني. حصل اخذت وقت لعب كتير اكتر من اللي انا كنت متصوره في فتره الاعداد كمان، لان حصل شويه اصابات في لعيبه كانت مع منتخباتها في الاولمبياد وكده، فاخذت وقت لعب اكتر بكتير من اللي انا كنت متخيله، والحمد لله وفقت بشكل كبير. وكان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا مش عايز افكر انا بلعب كويس ولا وحش، انا هدي 100% اكتر من 100% في اللي عندي، وربنا بيكرم يعني. الحمد لله اديت كويس الحمد لله. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. بس لازم ما ننساش دور كابتن حمدي الصافي، كابتن رحاب الغنام. قول لي مين اللي سبورت اكتر اليومين دول معاك؟ لا الصراحه يعني كابتن رحاب بيتكلمني. انا عارف انت هتقول كده، قول لي. لا بيتكلمني كتير جدا الصراحه يعني. عايزه تجيلي. طب ما تجيلك وخلاص يا يوسف عشان بس تستريح انت برضو. يا يوسف ربنا يا رب يكرمك، حلم كبير هتعيشه معاك،
هنفتح الطريق للعيبه كبار جدا في النادي الاهلي باذن الله عن طريق يوسف الصافي. قول لي هتاخد حمزه معاك وملك ولا لا بصراحه؟ ها يعني يا رب يكبروا كده بس يعني ينوروا في اي وقت ينوروا كده كابتن رحاب كده لوحدها هتيجي معاك على طول. خلي بالك انا عارف كابتن رحاب هتطلع على طول هتسيب اتحاد الباسكت وتطلع على طول على هناك. يوسف بتمنى لك التوفيق ودايما هنكون متابعينك. وفعلا يوسف الصافي حلم كبير جدا، انا فخور بيه جدا 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 لانه ابني في النادي الاهلي وابني كباتن كبار تعب وعرق داخل النادي الاهلي كابتن حمدي الصافي بالتاريخ الكبير وكابتن رحاب الغنام. وانا بقول لكم من هنا من قناه الاهلي يوسف الصافي بدايه حلم لكل لعيبه النادي الاهلي في الاحتراف الخارجي. صدقوني الباب هيتفتح قريب جدا 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 لكل اللعيبه دي لانه هو خير سفير لخير بلد هيمثلها باذن الله. وان شاء الله يكون عندنا محترفين كتيره جدا في الطايره زي نجومنا كابتن احمد صلاح النجم الاسطوري هو كابتن عبد الله عبد السلام كابتن يوسف صافي. بنشكرك شكرا جزيلا ان كنت معانا النهارده ولسه هنتابع معاه وهنتابع مع كل ابطالنا في كل المجالات. وعندنا النهارده ابطال كبار بدانا بحرب اكتوبر فعلا خدت مني بدايه الحلقه لكن لازم اعرف النهارده معانا ابطال عالم مصريين في الغوص والانقاذ او السباحه بالزعانف. معانا نجومنا احمد تامر والنجم احمد تامر عفوا واحمد مرسي ومعانا الكابتن سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والانقاذ في الفقره الثانيه والفقره الاخيره. لاول مره هنبدا ونشوف اراء النقاد الرياضيين اذا كان الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بجريده الشروق او الاستاذه دعاء